هل بتعتبر عيد الأم مناسبة للتعبير عن حبك وتقديرها ليها؟ الصراحة هي الأم مش محتاجة يوم عشان الواحد يعبر لها عن إحساسه ناحيتها وكده. طبعا بعتبر عيد الأم ده يعني تعبير للأم ليا، لأن أنا فعلا كنت مفتقدة بقالي كتير، تمام، وده ما كنت بحس معاها بالحنان وكل حاجة. كل يوم بيعتبر مناسبة بالنسبة لي، بس طبعا عيد الأم كاحتفال كلي يعني تبقى حاجة حلوة جدا. طبعا ممكن أقدم لوالدتي، لوالدي، لإخواتي، لأي حد، لزوجي. طول السنة طبعا لازم بحبها وبعبر لها عن حبي، معاملة حلوة، كلام حلو، حاجة أقدمها لها حلوة، مش شرط يعني عيد الأم، يعني طول السنة بحبها. هو بيقولوا إن هو عيد الأم، بس الأم طالما موجودة في كل دقيقة فهي هدية من ربنا لينا. إيه عقوق الوالدين من وجهة نظرك؟ عقوق الوالدين دي مثلا لو حد يعني الأم طلبت حاجة من ابنها أو حاجة وهو مثلا يرفض، او مثلا يقول لها اوف او اي حاجه وكده، كده ربنا كناها عن الكلام ده، ولما قال ولا تاكل لها انف ولا تنهرهما. طبعا هم لما يكبروا ما يلاقوش تقدير منا ونسيبهم كده، لا دي حاجه وحشه جدا، لازم نهتم بيهم يعني لما بيكبروا، دي اهم حاجه عشان هم شافونا لما صغيرين وكبرنا، لازم نهتم بيهم في كل الاوقات. الجحود، حتى لو ابن عاق، الإعاقة بالنسبة لي إنك أنت على الأقل ما تشكرهاش بابتسامة. أي تعامل مش كويس مع الوالدين يعتبر عقوق، يعني أنت لو عليت صوتك على والدتك أو ما نفذتلهاش طلباتها، ما سمعتش كلامها، تمام، كل ده عقوق والدين. كلمة وحشة للأم بتزعلها، نفسيتها بتتعب. عقوق الوالدين إن هي شايلاك طول عمرها، إن هي تيجي تأثر فيها يوم، تأثر فيها دقيقة، تأثر فيها ثانية. إن أنا أبكيهم بس، يعني أي حاجة بقى تحت بند البكاء يعني. لما بتزعلي والدتك بتصالحيها إزاي؟ بصراحة هي من أقل حاجة بتفرح، بس شغل البيت، هي بالنسبة لها شغل البيت دي أكتر حاجة بتفرحها يعني. كانت هي اللي بتصالحني مش أنا اللي بصالحها. كلمة حلوة، طب هي عايزة مني حاجة، مش شرط الحاجة تكون دي مادية، لا انا بحاول اصالحها، ان بحسسها ان انا ما زعلتش منها او ان هي زعلانه لان انا الغلطانه. حقيقي ما كنتش بزعلها، لا فعلا ما كنتش بزعلها خالص، ما بقدرش على زعلها، ما كنتش بقدر على زعلها خالص، كنت معلش يا ماما انت زعلانه مني، ما تزعليش، ادعي لي، انا ما اقدرش استغنى عن دعائكي. بصراحه بتبقى الدنيا غامقه قوي في وشي، ما بعرفش افكر، لازم اصالحها في وقتها، ما ينفعش يعدي عليها نص ساعه، ما ينفعش اي وقت، لازم في وقتها. كنت براعي دايما ان انا ما ازعلش والدتي، واي حاجه بتطلبها مني كنت باجي على نفسي واعملها لها. حسيت باليتم بعد ما ماتت؟ طبعا، واحساس وحش جدا، يعني بحس مثلا ان كان البيت ملوش سقف. حسيت ان انا يعتبر لوحدي في الدنيا، يعني ما فيش حضن بجري عليه، يعني ما فيش حد يعتبر بيحتويني، اللي هي كانت كل حاجه في دنيتي، هي اللي كنت لما ازعل او حاجه تاخدني في حضنها، هي كانت بتحس بكل حاجه من غير ما اقول، هي كانت كل حاجه في حياتي بجد فعلا. الام اللي بتضمنا، بتضم اخواتي، يعني معها بنحس بالدنيا بالحياة بعد ما توفت. طبعا الدنيا مش زي الأول خالص معانا. حسيت إن أنا ماليش ظهر وماليش صدر حنين والدنيا سودت كده في وشي.